السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور والأنوار والسرور وجمع السرور. أحييكم طبعا من جدة من الكورنيش. ما شاء الله تبارك الله، صلاة يعني صلاة الفجر قبل شوية، أذان الفجر. ندخل كده المسجد. هذا كذا جانب المسجد، ما شاء الله جميل جدا. هذا يعني زي ايش نقول، زي الخليج الصغير او شيء زي كذا. الماء يعني لسان من الماء داخل كذا الى هنا. أنا نسيت أصور اسم المسجد، عبد القادر محمد فقيه، جزاه الله له الرحمة والمغفرة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال ما يكون من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تهيد. ونفخ في الصور. هذا حق الأحذية بس أظنه مو باين كده. أيوه مهتمين فيه وبديع صراحة. شو على أساس الواحد يمسك هنا كده ويلبس أو وبعدين كمان ممكن يلفه. الحمد لله صلينا الفجر، الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال. نرجع تاني مرة نقول صباح الخير وصباح السعادة، وناخذ نفس عميق كده. إن شاء الله أنا هرفع الفيديو كده الحين بعد شوية على طول، فتشوفوه في الصباح كده ونقول نتفائل. وزي ما اتفقنا قبل كده نعدد مع نفسنا كده نعم الله علينا ولله الحمد، نعمة الأمن والأمان،
نعمة العافية والصحة، نعم كثيرة صراحة. أيوة خلينا نروح نشوف دحين، هروح مكان ثاني واصور ان شاء الله. شوفوا كذا ما شاء الله تبارك الله صراحة. ما ادري تتذكروا الجسر اللي مشيت عليه اللي هو الممشى هذا، هو دوب اللي عديت من تحته. المكان اللي صورته من فوق من الجسر اعتقد قبل اسبوع تقريبا كده، هذا المنظر من تحت. السلام عليكم مرة أخرى، وصباح الخير وصباح السعادة والتفاؤل. أنا أقول للمصريين عايزين نأجر عجل، شوف عايزين نأجر عجل. ماشي ماشي، أنا لي يمكن ساعة وأنا أدور فين يأجروا هذا. طبعا هذا الممشى، هذا الممشى، وأقول له يعني سبحان الله أحاول أعرف من فين يأجروا، ما عرفت في النهاية. طلعوا هذول اللي هنا، شوف تحت العمارة الكبيرة هذه، شوف المرسيدس اللي استاجرته، ولا ايش نقول، الفراري اللي استاجرته هذه، قال لك الساعة 30 ريال. شايفين الفراري 780 حصان ومعاهم أكرمكم الله كم حمار كده. بس هذا بدون تعشيق الظاهر، ما في يعني مر. بدون نمر. شايف اليوم الجو فيه شوية ايش بارد، اخذت الجاكيت معي. هذه قال لك الساعة 30 ريال. والله الجو بارد. هذه الفراري. الصراحة يبغالها وزن. الساعة الآن 7:30، يعني احنا اخذناها قبل 5 دقائق كذا. والله زمان على الدراجات والله. اخر الممشى هذول اللي الجمعيه دي ما شاء الله حبت السجاجيد الصلاه، على اساس الناس لما يصلوا لما يمشوا يصلوا. كده نزله ما شاء الله تبارك الله. 700 السرعة دحين أظن 700 ولا. هذول الأماكن اللي يأجروا. هذا الظاهر كان زي المطعم اللي كده دف. والله ما شاء الله عليهم، يعني يأجروا وعندهم كاش، عندهم فيزا، برافو عليهم والله ما شاء الله.
انا هذا ابو ثلاثة عجل من زمان اشوفه وبجربه. والله ما شاء الله تبارك الله، انا مستمتع بالجو الجميل هذا، رغم اني يعني شويه كذا تاخرت في تبغى بعد الصلاة على طول، بس ما عرفت المحلات، لكن الآن وإلا الحمد مستمتع ومبسوط، وأتمنى لكم هلا وأتمنى لكم أنتم أيضا تكونوا سعيدين، ولو ما فيش حياة يعني تكون خالية من المشاكل. الآن أنا بكلمكم وسبحان الله يعني في مشاكل في حياتي، لا أحد يتوقع أنه أنا قاعد أتكلم وأقول لكم لا يا جماعة وما يصير وخليكم دائما فرحانين ومبسوطين وسعيدين الحياة ما تخلى تكون فيها بعض المشاكل. والله نفسي أكلمكم عنها وأحدثكم يعني عنها وأقول لكم عليها، لكن الحين المشكلة يعني للأسف في ناس يتصيدوا يعني، فما صعب انك تتكلم كده براحتك في وسائل التواصل الاجتماعي العامة العربية يعني. طيب انت شايفني ولا احنا هذا مسموح هنا ندخل ولا الفرامل ما هي؟ شو ما فيش هنا، هنا وانا ماسك الكاميرا باليمين. والله ماني عارف هنا، انا عشان اول مرة مستجد هنا، وانا نسأل نشوف مسموح الدخول هنا ولا. الشيء الحلو انه هذا كله نزول فسهلة. ليش في ميزة في الدراجة هذه اللي هي ثلاثة عجل زي كده، ابغى اصور ابغى شو اسمه، ما اقعد اركز على التوازن، وانا من مدة ما سكت ابو عجلتين هذه، ما ادري ايش اخبار التوازن. ايوه ايش كنا نقول، فالحياة زي كده فيها ما يعكنن وينغص وفيها ما يسعد، لكن احنا نحاول دائما نسعد انفسنا وننظر الى الحياة كده بنظرة حلوة ومرحة. نحاول ما نعيش المشكلة بطريقة صعبة. على فكرة خليني اقول لكم عن نقطة مهمة، في بعض الناس يعني إذا حصلت مشكلة ولا أحزان ولا شيء يحب إنه هنا العجل، شوفوا إحنا ماشيين بالعكس. طيب شوفوا هنا العجل البسكليتات. وإذا حصل شيء يعني في حياته مشكلة حزن أي حاجة، فيلجأ إلى مثلا أي طريقة ينسيها، ينسي نفسه المشكلة هذه، يشغل نفسه عن المشكلة هذه. شوف المشاكل بتصير في الحياة والأحزان بتصير، والواحد يعني الأفضل إنه يعيش المشكلة، يعني التوازن دائما، لا إنه يهرب من المشكلة ولا إنه يتعمق في المشكلة ويكبرها ويتكلم عن نفسه بإنه إنسان تعيس أو إنسان ومش عارف إيه وهذا. يعيش المشكلة ويبدأ يفكر انه هذه المشكلة ابتلاء، ويعني استحق هذا الاستحقاق، يعني جات استحق هذا الابتلاء هذا وهذه المشكلة والمصيبة الا هي يعني، وانها هي باذن الله يصبر الانسان عليها حتكون كفارة الذنوب، ويبدأ يفكر سبب المشكلة ليش حصلت، نتوازن في الاحساس بالمشكلة وفي حل المشكلة. انا سمعت في ناس يقول لك الايجابية لا تشوف المشاكل، انا مو قصدي مرة واحدة كده يعني، لا الايجابية المفرطة هذه اللي دحين يقولوا ايجابية وسلبية وهذا، انا دائما اقول لكم ما اشجع الايجابية والسلبية، انا اميل الى التوازن. فالافضل انه يعيش الانسان نوع ما المشكلة، يعيشها الى درجة يعني يكون فيها توازن. ان شاء الله يكون كلامي واضح، بحيث انه ما يتعمق كده ويتاثر بيها. ايوه ايش كانت النقطه اللي انا بتكلم فيها، انه البعض يظن انه اذا قلنا ايجابيه وزي كده خلاص حاول انت سيب المشاكل وراك وما ادري. صح، هذه النقطه انا ايدها ودائما اقول لكم
يعني خلاص انسى الموضوع وعيش يومك والى اخره الكلام هذا، ولكن ليس على اطلاقي. يلا خل بلاش شو اسمه ننكد عليكم. انا حبيت كده اتكلم واصور على اساس تشوفوا المناظر الجميله هذه بدل ما تشوفوا وجهي. هذا الحين شايل هم الطلوع هذا اللي حنطلع. خلينا نجرب الطلوع كده شو هيكون، صعب ولا سهل؟ هذه ما فيها نمر ما شاء الله. لا والله طيب ما شاء الله، حاطين فيها محركات نفاثة. صدقوا الدراجة هذه وثلاثة عجل مريحة صراحة، مريحة جدا والله. لو استنى كنا سوينا معاه قوم. شوف بس أول ما أرفع يدي عنها تروح الشاصة يبغاله تعديل. والله أنا مع الحركة هذه حقت الدراجة جعت الصباح، هو الواحد يصحى جيعان بس والله خلاص الساعة 8. شوف شوف اتجاوزني هذا، انا اوريكم فيها. هذا الهيلتون اعتقد، ايه اوه هذا قصر الشرق، هذا ما شاء الله من الهوتيلات الفخمة الغالية. هذه سيارات التنظيف، شو هذه محلات مطاعم يعني. شوف ما شاء الله تبارك والريحة ما شاء الله، بدأوا يظبطوا الفطور سبحان الله. يعني الواحد يخسر كالوري هنا يحرق كالوري هنا ويرجع يعوضها هنا. الله على الريحة، شيء محترم صراحة. يا سلام، وهي كمان ريحة القهوة يعني كده كده على طول تحس كده نفسك تحدثك وتقول لك فطور ومن بعده أو من بعده فنجان من القهوة والكالوري كله اللي حركته. هذه العمارة اللي تحتها اللي أجروا الدراجات. وصلنا عند الشباب هنا اللي أجروا الدراجات، صراحة بشكل عام حلو والله. ما أدري اللي متابعين أن يتذكروا أن أنا رحت مرة بدي أشتري دراجة قبل أظن 3 شهور أو شيء، بس هذه حلوة إذا الواحد مثلا يبي يروح مشوار بالدراجة هذه كده يقضي ممكن، يعني صراحة ممتازة. بس هذه ما أدري والله ستصبح حديث الناس يعني. شوفوا هم حاطين لها كرسي كبير، يعني نوعا ما مريح. ايوه الصراحة كانت جولة ممتعة جدا حقيقة، عضلات الفخذة عندي ما شاء الله تبارك الله. صراحة الواحد حس بالجوع والكالوريز اللي راحت، يعني الواحد ما ادري، بس ان شاء الله حقاوم، حاخذ موزة ونقاوم الجوع، نحتفظ بالكالوريهات اللي فقدناها يعني. طيب احبابي اتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، واتمنى انه يكون اليوم كده ان شاء الله حرفع الفيديو في الصباح،
اتمنى انه يكون كذا فيديو مع الصباح يعطيكم نوع من التحفيز والسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.